طيب أكيد الحياء في الإسلام ليه فضل كبير، فما هو الفضل؟ والله فضائل الحياء في الإسلام في القرآن وفي السنة لا تعد ولا تحصى. نأخذ منها على سبيل المثال أن الحياء جعله الله تبارك وتعالى صفة لنفسه. كفى بالحياء شرفا أن جعله الله تبارك وتعالى صفة لنفسه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يصف ربه تبارك وتعالى: إن ربكم حيي كريم. احنا صحيح بنتكلم عن الحياء دلوقتي، ولكن لا يمكن أمر على الحديث ده مرور الكرام من غير أذكر الذين يدعون الله تبارك وتعالى وأذكر اليائسين من فرج الله تبارك وتعالى بهذا الحديث: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو خائبتين. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حليم حيي ستير يحب الستر والحياء. من فضائل الحياء أنه من أخلاق الأنبياء. وانظروا إلى أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري ومسلم ويصف حياء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عجيب يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى دراسة بفهم وتأمل وتطبيق من كل نساء هذا العصر. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يصف حياءه صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حياء أكثر من البنت البكر التي لم تنكشف على رجل ولم يرها رجل ولم تتزوج. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء منه، وهذا مدح لكل النساء. فحياء النبي صلى الله عليه وسلم حياء سيد المرسلين لما قيس على حياء النساء، وكفى بهذا للنساء شرفا وفضلا. أيضا انظروا إلى موسى عليه السلام وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم ويصف أخاه موسى، يقول كما في صحيح البخاري: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى شيء من جلده من شدة الحياة، يعني ما حدش بيشوف حتة من جلده وراجل من كثرة الحياة. طب لما نشوف الحديث ده، نحط الحديث ده قدامنا ونشوف الملابس المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى التي تسير بها البنات ويسير بها الشباب في الشارع، موسى لا يرى شيء من جلده من الحياة وهو رجل. والبنات في هذا العصر، أسأل الله تبارك وتعالى يهديهن إلى صراط المستقيم، يمشين ببناطيل ممزقة، الواحدة تمشي البنطلون مقطع من هنا ومن هنا ومن هنا ويظهر شيئا من العورة. أين نحن من هذا الخلق، من خلق نبي الله موسى الذي لا كان لا يرى شيء من جلده من شدة الحياة؟ الحياة كله خير ولا يأتي إلا بخير، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم في روايتين مختلفتين. وأنا هنا أذكر موقف يعني في فضائل الحياء، ويعني في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. يعني يروى أن شابا من دول المغرب العربي كان يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد العمل رجع إلى بيته وركب المصعد ليصعد إلى مسكنه، يعني ركب الأسانسير يعني. وهو في الأسانسير كان معاه في الأسانسير بنت واحدة بس، البنت دي شديدة الجمال. طبعا في مجتمع زي المجتمع الغربي المنفتح بشكل فاحش، واحدة زي ديت محدش هيسيبها في حالها. لو ركب معاها في شاب في مكان، بالذات لما يكون لوحده، ما يحاول يتكلم معاها، يعمل معاها علاقة، يتصرف بتصرف مش كويس، تصرف خارج. فاندهشت هذه البنت من هذا الرجل. لماذا؟ لأنه لم يرفع عينه فيها حتى انتهى به المصعد إلى مسكنه، ما رفعش عينه فيها مع أنهم كانوا الاثنين لوحدهم في الأسانسير. فاستغربت، لأن هي طبيعتها كإنسانة جميلة مش متعودة على كده، بدأت تشك في نفسها: هل أنا قبيحة؟ إزاي الراجل ده شايفني كده؟ بينما مثلا لما بتمشي في الشارع وبتروح أي مكان بتلاقي الترحيب ومحاولة إنشاء علاقات والمدح والثناء على جمالها إلى آخره. فقال لها لما سألته: أنا مسلم والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ف
فأسلمت هذه البنت، وسبحان الله من لطائف القدر أنها كانت مليارديرة فأسلمت وعرضت عليه الزواج، فأغناه الله تبارك وتعالى في الدنيا بهذا المال، وفي الآخرة إن شاء الله لسببه في هداية هذه المرأة بفضل خلق الحياء الذي تمسك به. هي القصة دي حقيقية؟ حقيقية طبعا.